يا اهلا بكم من جديد. هنبدأ حلقتنا بواقعه جديده لكنها متكرره للاعتداء على الطواقم الطبيه في مستشفيات الحكومه. تخيل الموضوع بقى بالنسبه لكم عادي ومتكرر وبقت حوادث شبه يوميه، دكتور بينضرب، دكتور بيتهان، ممرضه بتتسحل وبتتشد من شعرها، مريض خصوصا اذا كان واحد من البهوات في الشرطة أو في الجيش بيقلع الحزام بتاعه وبيجلد ممرضة في الطرقة في المستشفى لمجرد أنها قالت له ما انتش داخل أو خد دورك أو استنى لما يجي وقتك. وطبعا الجملة العريضة اللي بتتقال انت ما تعرفش أنا مين، انت مش عارف انت بتكلم مين. طب ما الدكتور برضو له مكانة وتعلم ودرس وابن ناس. بلدنا عندها فيها عجز في الأطباء يتجاوز 65% بالمناسبة. مستشفى المطرية التعليمي يوم الثلاث اللي فات أحد الأطباء بيمارس عمله في العناية المركزة دخل عليه مواطن وقال له الجملة العريضة انت ما تعرفش أنا مين وهاتك يا ضرب وفين يوجعك. الخبر بيقول اعتداء جديد على طبيب مصري يفتح ملف المسؤولية الطبية بشكل عاجل. الدكتور محمد سامي الدكتور بالمستشفى، ودي طبعا كانت الوقفة والبيان الرسمي لنقابة الأطباء. وقعة مأساوية بمستشفى المطرية التعدي على طبيب الرعاية المركزة بالمستشفى وإصابته بنزيف في المخ. نقابة الأطباء كالعادة طلبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وطلبت للمرة تقريبا 3-4 آلاف بحماية الطواقم الطبية وسرعة إنجاز ما يسمى قانون المسؤولية الطبية. عندنا قانون كده موجود في البرلمان من 2009، 15 سنة والحكومة عاجزة أنها تخرج هذا القانون واللي طفش أكتر من 65% من الأطباء. أما الدكتور محمد سامي فحسب بيان المستشفى أصيب بنزيف في المخ وكسر في عظام الجمجمة وكسر أيضا بعظمة الترقوة، كدمات متفرقة بالوجه والجسم، اضطراب بدرجة الوعي، وبعد كده عمل عملية جراحية بالمخ، ده وفقا لبيان صادر عن نقابة الأطباء. خليني يعني أحط لحضراتكم بعض من صور الدكتور محمد سامي. دكتور الشاب اللي في سنه سافر الخليج أو راح بريطانيا أو راح واحدة من دول أوروبا عشان يشق طريقه، لكن محمد سامي قرر يقعد في المستشفى الحكومي مستشفى المطرية التعليمي يعالج ولاد بلده. وبالمستشفى بالمناسبة المستشفى دي بتقدم ما يزيد عن 1,200,000 خدمة طبية سنويا، بتخدم ما يزيد عن 3 مليون مواطن سنويا، يعني واحدة من المستشفيات اللي طول اليوم أو على مدار الساعة فيها زحمة. سيادة المواطن واللي بعد كده هنكتشف أنه شخص مسؤول في الدولة بعد القبض عليه وتحويله للنيابة، اكتشفنا أنه مدير بنك مشهور أهوت وحب يخش او يدخل مراته بعد انتهاء مواعيد الزيارة، الدكتور قال له لا ده بناء على تعليمات المستشفى، فمسك الدكتور خبطه في الحيطة ونزل فوقه ضرب جاب له ارتجاج في المخ وكسر في عظمة الترقوة، كسر في عظام الجمجمة، فقد للوعي، نزيف داخلي، بالإضافة لعملية كبيرة جدا في المخ. نتمنى السلامة للدكتور محمد سامي. ايضا تحس كده ان مستشفى المطرية دي على الرغم من اهميتها الصحية وضخامة المستشفى وكلام الحكومة عن الاهتمام بتطوير وتحديث المستشفى، الا ان اطباء المطرية على موعد دائم مع الاعتداء. كان عندنا في ديسمبر 2022 طبيب العظام بمستشفى المطرية ايضا تعرض لعلقة موت ادت لنقله للعناية المركزة، ده كان في ديسمبر 2022. طبعا الحادثة المشهورة في 2016 في فبراير لما دخل البهوات بتوع اسم المطرية على المستشفى دغدغوا الأطباء وسحبوهم عشان يعملوا لهم تقرير طبي مزور. بداية لما دخل 2 من أمناء الشرطة على الأطباء في الاستقبال يطلبوا تقرير مزور عشان يحبسوا أحد المواطنين، فالدكتور رفض. كان رد فعل السادة في الشرطة انهم سحبوا 3 من الدكاترة ضربوهم في المستشفى قدام العيانين وخدوهم الاسم، تصاعد أزمة مستشفى المطرية بين الأطباء والشرطة. يمكن كان قرار جريء جدا من نقابة الأطباء وقتها تعليق العمل في المستشفى والإضراب وإغلاق المستشفى. معنا فيديو
لاعتداء أمناء الشرطة في اسم المطرية على الأطباء. والفيديو اللي بعد كده عمل دوشة في المجتمع الطبي المصري، وبعدها تم المطالبة بسن واحد من أهم القوانين، قانون المساءلة الطبية. نتابع هذا الفيديو. يلا ده مشرف الامن استاذ عصام، وده دكتور مؤمن حاول الدكتور احمد جلال انه يهربوا جوه عشان ما ياخدوهوش معاهم. دول ثلاثة امناء شرطه، ادي اول امين اللي هو حسام، وادي السلاح بتاعه باين في ظهره، ده تاني امين وادي السلاح بتاعه في ظهره، وده الامين الثالث اللي هو كان موجود ومسؤول عن تامين نقطه المستشفى اللي هو اسمه سيد. ده مشرف الامن، وده مشرف الامن الثاني بيحاولوا ان هم يمنعوهم ان هم ياخدوا الدكتور مؤمن. زي ما واضح هم حوطوه وابتدوا يزقوه بالعافيه، وزقوا مشرف الامن الثاني اللي بيحاول يمنعهم ان هم ياخدوه، حيدوهم خالص بتوع الامن، واخدين مؤمن وطالعين بيه. وساعتها خدوه وحبسوه في العربيه الميكروباص اللي جايين بيها. رغم الضجة اللي عملها الحادثة دي أو عملتها الحادثة دي في مستشفى المطرية في 2016، إلا أن مسلسل أيضا الاعتداء على طواقم أطباء مستشفى المطرية فضل مستمر لحد ما وصلنا في 2019 تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد اعتدى على قسم الاستقبال في مستشفى المطرية وأمن المستشفى وأصابهم بجروح متفرقة حسب هذا الخبر. ضبط 6 متهمين بالاعتداء على أمن مستشفى المطرية. دي كانت يعني نبذة كده سريعة عن ما يتعرض له أطباء مستشفى المطرية وما يتعرض له الطواقم الطبية في بلدنا، واللي لما تيجي تسمع إن بلدنا واحدة من أقل نسب الأطباء اللي بتخدم 105 مليون مواطن، ولما تسمع ان بلدنا واحدة من اكتر الدول الطاردة للاطباء والطواقم الطبية، لما تعرف ان عندنا 65% من الدكاترة المصريين المقيدين شغالين برة، لما تعرف ان عندنا فقط 200 الف طبيب بيخدموا المواطن المصري، تعرف السبب ان الطبيب بيتهان ويتهزق ويتضرب لمجرد انه بينفذ القانون او حتى بيحافظ على الدور او بيأدي شغله في الوقت اللي الحكومه مش موفره له الادوات. مستشفى المطريه كان فيها هذا الحادث، كان عندنا حادث مشابه في نفس اليوم لكن في مستشفى الزرقاء في محافظه دمياط، والجمله اللي بقت اشهر في بلدنا انت مش عارف انا مين، محامي يصفع طبيبه في مستشفى الزرقاء المركزي في دمياط. زمان كان الكلمه دي بيقولها الجماعة المسنودين اللي هم الجيش والشرطة والقضاء، دلوقتي حتى المحاميين بيتنططوا على الدكاترة ويقولوا لهم انت مش عارف احنا مين. السؤال اللي بنسأله دلوقتي، فين يا حكومة قانون المساءلة الطبية؟ فين يا برلمان يا لطيف يا ظريف يا اللي بتناقش الفنانين والفنانات والمنتخب ولاعيب الكورة والأعضاء بتوعك بيروحوا يغشوا في الامتحانات؟ فين قانون المساءلة الطبية؟ عندكم قانون موجود في الدرج من 2009 للآن لم يخرج للنور، أكتر من 15 سنة الأطباء في نقابة الأطباء والأطباء في المستشفيات مستنيين قانون يحميهم من بطش المرضى والمواطنين. تجدد المطالبات بإقرار قانون المساءلة الطبية. تقريبا المطالبات دي بتحصل مع كل أزمة. مفيش مستشفى فيك يا بلد ما فيهاش دكتور الضرب، مفيش دكتور فيك يا بلد ما تعرضش لإهانة لفظية أو جسدية أو تعرض لواحدة من المشاكل اليومية، مفيش استقبال فيك يا بلد ما تكسرش مرة واثنين وثلاثة بسبب المواطن اللي عايز يحصل على خدمة طبية، قلة عدد الأطباء، قلة الإمكانيات، بتحصل المشاحنات ما بين الأطباء والدكاترة أو ما بين الدكاترة والمرضى أو ذوي المرضى. قانون المساءلة الطبية أو المسؤولية الطبية ده كلمة السر في هجرة الأطباء. عايز توقف مشكلة هجرة الأطباء؟ لا تقولي هزود مرتباتهم ولا تقولي هعمل لهم تأمين ولا بدل عدوى. الأول اعمل قانون اسمه المسؤولية الطبية يحمي الأطباء من الاعتداء والإهانة. طبيب في مصر هو لسه في أولى طب بيفكر ويدبر ويخطط ازاي هيهرب من البلد او هيهرب من الإهانة اللي بيتعرض لها في مستشفيات الحكومة. مشكلة بعد اكتر من 13 سنة من دراسة القانون لدى مجلس النواب، طلعت الحكومة السنة اللي فاتت واللي قبلها بمسودة معطوبة مشوهة بتحمل الطبيب مسؤولية وفاة المريض او
اصابته بعاهة مستديمة او تفاقم الوضع دون العرض على لجنة طبية، وده يمكن اللي رفضوا اعضاء نقابة الاطباء، وقال لك الاطباء يرفضون مشروع المسؤولية الطبية المقدم من البرلمان. ليه؟ لان اللي عمل مشروع المسؤولية الطبية واللي ناقشه في البرلمان محمود بانجو وبرايز والنائبة بتاعت الغش اللي كانت بتغش في الامتحان، والنائب بتاع القروض، والنائب اللي كان بينقل في عربيته مخدرات، وعمي مش عارف شيخ الجبيلة الفلانية اللي جاي من مطروح، وكبير العيلة الفلانية اللي جاي من البحيرة. مفيش لجنة طبية مشكلة في مجلس النواب ناقشت هذا القانون وطلعت قانون، فدونا قانون معطوب رفضته نقابة الأطباء. رفضوا الأطباء اللي موجودين في المستشفيات الحكومية، حتى لو اتعرض على المواطن العادي هيرفضه، وده يمكن السبب في رفض النقابة لمدة الحبس أو لمادة الحبس في مشروع المسؤولية الطبية. واقف مشروع المسؤولية الطبية لحد النهاردة، وأعتقد أنه هيقف الفترة اللي جاية أيضا، ومش هيبقى عندنا مشروع المسؤولية الطبية، وهنصحى كل يوم على اعتداء جديد. يمكن الدكتور محمد سامي أتمنى له السلامة، لكن لما تبص كده للتقرير الطبي وكم الإصابات اللي تعرض لها، محمد مش هيرجع يعيش حياة طبيعية تاني. ده راجل عنده كسر في الجمجمة، كسر في الترقوة، عنده ارتجاج في المخ، عمل عملية خطيرة في المخ، ربنا يستر ويقوم بالسلام. غيره بقى الممرضة اللي تم إجهاضها على إيد حضرة الضابط، ومش عارف الممرضة اللي اتشتمت على إيد أمين الشرطة وأمناء الشرطة اللي بهدلوا الدكاترة. الحوادث دي هتتكرر، لأن بلدنا ما فيهاش قانون بيحمي لا الطبيب ولا الممرض ولا حتى المسعف، لأن البرلمان عايز يعمل قانون تفصيل على مزاجه.